بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع ضبط أرباع القرآن الكريم مع الجزء الرابع من سورتي آل عمران والنساء، الحزب السابع. بدأ هذا الحزب: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، ثم ليسوا سواء، ثم وسارعوا، ثم إذ تصعدون. ونضبطها بالقول: الطعام ليس سواء، بل لا بد من مسارعة وصعود. الطعام، كل الطعام، ليس سواء، أي ليسوا سواء، مسارعة وسارعوا وصعود إذ تصعدون. الحزب الثامن: بدأ يستبشرون بنعمة من الله، ثم لتبلون في أموالكم، ثم يا أيها الناس بداية سورة النساء، ثم ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ونضبطها بالقول: يستبشرون بالابتلاء، بداية النساء، ولكم نصف. يستبشرون بالابتلاء أي لتبلون، بداية النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان معكم محدثكم أدمن صفحة وقناة التبيان في ضبط متشابهات القرآن.